اهلا وسهلا، هذا مراسلكم علي المرابط في اماكن، لا مراسلكم لا شكامكم لا سيدي عباس، هذا علي المرابط. جينا باش نعملوا واحد الروبورتاج هنا في ايرلندا على الموسيقى الفولكلوريه السلتيك، ولكن بغيت يعيطوا لي شي اخوان قالوا لي الله يخليك، قلت واحد الفيديو غتصاوبوا لنا. عملنا واحد الفيديو مطول مطول مطول، كنتكلم فيه على واحد الكتاب، واحد الكتاب دابا عاد خرج ديال واحد الصحفي الاسباني سميتو خابير اوتاسو، كيتكلم على المغرب. وفي ديك الفيديو كنتكلم على الوطن، دابا فرعون ناقشنا بالوطن، شي واحد قال لك كيعطينا الدور ديال الوطن، احنا غنقولوا لهم شنو هو الوطن، وغنتكلموا على واحد الكلمه خايبه ولكن هما استعملوها، هي تقواديت. واحد الموقع قال لك هذا المربط ولا قواد، انا نقول لهم شنو هي تقواديت صح. غنتكلموا عاود على الصحافه المغربيه، وغادي نتكلموا على واحد القضيه، واحد الملف اللي كيهم بزاف المغاربه، هي مرض الملك محمد السادس الرئيس ديال الدوله ديال المغرب. انا كنت عامل واحد الفيديو مطول، ولكن باش ما نتعطلش عليكم قسمت هذا الفيديو، غنعمل واحد الطرف فيه ديك الكتاب ديال ديك زميلنا خبير اوتاسو على ديك على المغرب، غنتكلموا على الوطن، الوطن الحقيقي، ماشي الوطن ديال ديك المخزن والنظام وديك البوليس السري، وغنتكلموا على التقواديت، وغنتكلموا على الصحافه المغربيه، ومن الاخر غادي نعملوا بحال اللي قلت لكم، غنهضروا على مريض الملك محمد السادس. دونك هو هذا الفيديو غادي يبدا. اهلا وسهلا ومرحبا، مع الاسف الشديد الحاج طفول ولا خائن، ديك الخونه الكبار، مشيت سافرت دوزت واحد الايامات في ايرلندا باش نعمل واحد الروبورتاج على الموسيقى ديال السلتيك، وملي وليت شنو لقيت السيد واحد هاد الموسيقى براسو. ايوا ملي سولناه قلنا له تحجنا باش شنو وقع، ايوا جاوبني زعما بكل صراحه، كم قال لكم سيدي باصلحكم، قال لكم سيدي الله يرضى عليكم، قال لكم سيدي ايوا هادشي اللي كاين، الحاج طفول ولا مخزني ولا خدام دابا مع المخزن، ايوا يمشي شوف دابا المخزن يعطيه ياكل ويعطيه يشرب ويتهلا فيه فهمتي، ويعطيه داك الشيء اللي كيبغيه، وديه مغا خصك ديه لواحد البلاصه فيها القطات، وصيب هاد الحيوان خصك تكلف لهم بكل شيء ديالهم. ايوا دابا الحاج طفولي يمشي دابا يمشي للقصر الملكي ديال رباط ولا ديال فاس، دابا علاش الملك دابا في فاس، يمشي دبالا راسو تما. وانا ديما كنبغي ندخل في واحد المواضيع اللي كيهمنا حنا الجميع، المواضيع ديك الشيء اللي كنت انا قلت لكم غنتكلم فيهم، وديما كيوقع واحد كنتعطلوا من هنا وهنا وهنا، انتم ما عارفين، انا قلت لكم انا ما عنديش فلوس ديك باندورا بيبرز ولا باناما بيبرز، ما عنديش حسابات سريه في ديك الابناك السويسريه العظمى، ما عنديش قصور في باريس، ما عنديش بارتمات في لندن، وهذا ما انتم فهمتوني، لان انا خصني نخدم، كنخدم كنعمل شي ريبورتاجات، اما كنمشي نمشي دول خطيره، اما كنعمل شي ريبورتاجات على الموسيقى التاريخ، ولا كنعمل شي مقالات على التاريخ. دابا حنا دابا نجيو لهاد الملفات هادو. اليوم جيت باش نتكلموا على واحد المقالات خرجوا هاد الايام، هما اللي عطلوني. اليوم غادي نهضروا واحد شويه غنهضروا على الوطن،
على الصحافة، الصحافة المغربية، ونهضروا غادي نستعمل واحد الكلمة اللي غادي تضايق شي ناس، ولكن هي استعملت وتكتبت، فين؟ تكتبت في المغرب، تكتبت في واحد الموقع ديال البوليس المغربي، البوليس السري المغربي. هو غنتكلموا على تقواديت، علاش غنتكلموا على تقواديت؟ علاش واحد قلت لكم واحد الموقع ديال واحد المخبر ديال المخابرات المغربيه مشى كتب واحد كتب لا لا كتب مقالات، ولكن كتب واحد المقال قال له معالي المرابط قوات ديال الجزائر. احنا غنتكلموا على عالي المرابط قوات ديال الجزائر، ولا قوات ديال صوماليا، ولا قوات ديال البوليزاريو، ولا قوات فرنسا، ولا داك الشيء ديال اللي بغيتي. واخيرا غنتكلموا على واحد الملف حساس، هو مرض الملك محمد السادس. علاش مرض الملك محمد السادس؟ علاش من شهر ديسمبر 2020 والملك ما كيخرجش من القصر الملكي ديال فاس؟ واحد الشيء تكتب في الصحف أجنبية وما خرجت شي بيان ولا شي بلاغ، كيكذب كيقول هادشي اللي تكتب هادشي ماشي صحيح. ولكن قبل ما ندخلوا في هاد الملف، بغيت نتكلم لكم على واحد الكتاب خرج هادي واحد الاسابيع ديال واحد الصحفي اسباني اسمه خابير اوتاسو. وهذا الصحفي الاسباني كان مدير ديال وكاله افي، مدير ديال مكتب وكاله افي الاسبانيه في الرباط. كتب هو جوج الكتب على المغرب، الاولاني خرج هذه واحد اظن هذه واحد عامين، والثاني خرج هذه واحد الاسابيع. وهذا الكتاب هذا مهم 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 بزاف. علاش؟ خابير اوتاسو اللي ألف هذا الكتاب في واحد دار النشر إسبانية، أنا بعد ما كتعجبنيش بزاف ديك دار النشر، ولكن المهم هو ديك المحتوى ديال اللي كاين في ديك الكتاب ماشي دار النشر. والمهم بحال اللي قلت لكم، هو خابير اوتاسو دوز 15 سنة في المغرب، باش يدوز عامين ولا 3 سنين، لا 15 سنة هو خدام في نقولوا في ديك وكالة اف الإسبانية في الرباط. ودوز واحد 5 سنين، كيبان لي 5 سنين 4 سنين دوزها في وكالة اف في القاهرة، دونك هو كيعرف العالم العربي. وملي كان في المغرب ما ممكن كيقد يقول شي حوايج اللي كنا حنا كنتناقشوا معاه، ما ممكن كيقدر يقولهم. علاش؟ علاش كان ساكن في المغرب، كانت عنده بطاقه، ديك بطاقه الاهتمامات الصحفيه اللي كتعطيها وزاره الاتصال. وفات السنوات اللي دوز هو في المغرب خابير اوتاسو، شنو كان الواقع ملي كيكتب شي حاجه كتضيق المخابرات المغربيه، ماشي الدوله المغربيه، المخابرات المغربيه، كيعيطوا الصحفيين الاجانب كاملين. هذه وزاره الاتصال فيها واحد ديبارتمون فيه موظفين زعما ديال الدوله، ولكن هما كاملين خدامين مع المخابرات المغربيه، اما مع لاجيت اما مع دي اس تي، وعندهم اللباس ديال الموظفين مغاربه خدامين ديال الدوله. النهار اللي كيكتب شي حاجه ولا شي كلمه كيعيطوا لهم وكيقول لهم شنو بغيتوا تقولوا بهذه الكلمه وشنو هي المعنى، وكيهدوهم زعما يقولوا هادشي كاين بزاف ديال الزملاء عارفين هادشي. دونك خبير اوتاسو ملي كان كيكتب شي حاجه اللي كتضايق النظام
كيعيطوا له كيبقاو عليه علاش كتبتي هذا الشيء علاش سمع هذاك الشيء وشنو بغيتي تسمع معنيه وشنو هذا وهذا 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 هو في هاد 15 سنه كامل بقى ساكت ما دي الصحافي وكالة الانباء الاسبانيه هي ديال الدوله الاسبانيه وما كانش باغي المشاكل وما كانش باغي يدخل معاهم في واحد الصراع ولكن ملي خرج وكنا تناقشنا انا وياه واحد النهار قال لي ملي غنمشي بحالي غنكتب واحد الكتاب وغنعاود اللي كنحس انا ايوا باش تعرفوا خبي اوتاسو ماشي شي صحافي ديال جوج سنتيم ولا ديال جوج كبار خبي اوتاسو دابا افي عيناتو دابا هو مدير مكتب افي وكالة افي في الولايات المتحده ايوا اش كيقول خبي اوتاسو في الكتاب ديالو خبي اوتاسو كيعاود كيقول لك قال لك في المغرب كاين جوج ديال التوابيت ماشي ثلاثة ماشي أربعة ماشي خمسة الأولانية هي الملكية المغربية هي الحياة ديال الملك لي زافيغ ديالو الفليسات ديالو البركة ديالو العائلة ديالو اللي ما خصهمش تتكلموا عليهم إما تكون أجنبي صحفي أجنبي ولا تكون صحفي مغربي ممنوع تتكلم على هذا الشيء بغيتي تقول عاش الملك والملك زوين وعظيم وزعما سي لو بلوز انتيليجون دي مون ما كاين مشكل ديك الساعة قول اللي بغيتي ديك الساعة في هذا المجال ولكن باش تقول هذه الدولة المغربية هي زريبة وكل شيء كل شيء كل شيء متاع كل شيء مسادة هذا الشيء ممنوع وتعاود تقول كيبغي الراب ولا كيبغي هاد الموسيقى ولا كيبغي هاد الماكلة هادشي ملاه والحاجة الثانية هي الملف ديال الصحراء الغربية شي واحدين غادي تقلقوا غادي يقول لك علاش كتقول الصحراء الغربية وما كتقولش الصحراء المغربية انا كنقول الصحراء الغربية باسكو اولا هو هذا السمية ديالها الاسم ديالها هو هذا الاسم هذا ما كتمعني والو الحق هذا هو الاسم ديالو وكريم العمراني ملي كان في الامم المتحده اللي كان وزير الاول قال الصحراء الغربيه aujourd'hui je réaffirme une fois encore devant vous l'engagement d'accepter d'une part l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et d'autre part le résultat de ce référendum quel qu'il soit ما قالش الصحراء المغربية ايوا هادشي قديم هادي في الثمانينات هادشي دريس البصري اللي كان مكلف بالملف ديال الصحراء اللي كان مكلف هو اللي كان مسير هاد الملف عطى استجواب للجزيرة وقال الصحراء الغربية وقال عيد الصحراء الغربية قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة أقروا بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية لكن بعض المغاربة يؤخذون عليك حينما تقول في جملة واحدة الصحراء الغربية والحسن الثاني موحد المغرب كيف يجتمع الاثنان؟ يجتمع الاثنان لأن الصحراء الغربية اسم دولي واسم جغرافي دريس البصري وأدخلوا لي واه دريس البصري مشى بحاله قال هادشي ملي كان في باريس واخا مزيان ولكن خالد الناصري ديك الشيوعي ديال اخر زمان ملي كان وزير ديال الاتصال قال في واحد استجواب فرانس 24 قال الصحراء الغربية خالد الناصري ملي كان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية gouvernement de l'autonomie avec un parlement élu au suffrage universel par la population au Sahara occidental هادشي غير باش باقي ما دخلنا في الملف دابا ديال الصحراء باقي انا جايين انا قلت لكم غير صبروا عليا الخدمه انا ما عنديش حسابات قلت لكم لا في باندورا لا في بنما
elle a un petit ressort. Et ouais, qui veut Karim Lamrani, Driss El-Bassari, Khalid Nasseri, qui dit le Sahara al-Gharbiya, et nous qui sommes les Zmalis, nous disons le Sahara al-Gharbiya, et nous sommes les Sahraviens. Les Sahraviens, c'est le nom officiel, l'ism al-Ghasmi, le Sahara al-Gharbiya. On a dit qu'il dit وزير اتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ديال محمد السادس ديال الملك محمد السادس ايوا هادشي ماشي في القرن 20 هادي في القرن 21 زيد خبي اوتاسو كيعاود هادشي كيعاود هادشي وكيعاود بزاف د الحوايج نقول لكم الكتاب ديالو مهم مهم خصكم تقراوه اش كيقول خبي اوتاسو في الكتاب ديالو كيقول بزاف د الحوايج ولكن كاين واحد النقاط مهمة واحد النقطة الأولانية كيقول لك كل صحفي في المغرب يمارس ضبط النفس بشكل دائم 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 ما عنده ما باش ينهار ولا غينسى لا لا دائما وكيقول لأنك إذا كتبت أو استخدمت نفس اللهجة التي تستخدمها في بلد ديمقراطي فإنك تعرض نفسك للمشاكل شنو هي المعنى؟ ولا كتبتي شي حاجة اللي ماشي هي اللي ما غاداش في ديك الشيء اللي كيبغي النظام المغربي غادي نقول لكم أنا بالدارجة غادي تجيبها في راسك النقطة الثانية اش كيقول فيها؟ يقول المغرب أصبح المغرب أكثر فأكثر دولة بوليسية يتم فيها خنق التوترات قبل اندلاعها ما في انتهى الأمر وقال لك عاود واحد النقطة أخرى مهمة قال لك في المغرب حرية التعبير انتهت صافي ما بقاتش حرية التعبير بقى الحقيقة الوحيدة وهذا الشيء من عندي الحقيقة الوحيدة اللي قدمها المغرب هي الحقيقة البوليس باش يعملوا اللي بغاو البوليس السياسي باش يعمل اللي بغاو البوليس السياسي في المغرب فرض على الجميع الفكر الواحد صافي مابقاوش حنا نضيعوا الوقت ديالنا ولا كيسولوني واحد الزملاء كيقولوا لي خصك تعملنا شي تحاليل هادشي لا اش من تحاليل المغرب زريبة ديال واحد السيد سميتو محمد السادس كيحكم كيعمل كلشي كيحكم كيعمل لي زافير ديالو هذا وعندو ديك الكلاب الحراسة ديالو حاضرين على الزريبة صافي هادشي ما ندير ما عندنا لا مؤسسات لا صافي لا لا عندنا المؤسسات سمحوا لي انا خطيت عندنا جوج المؤسسات عندنا المؤسسة الملكية الفوق هي اللي شدة كلشي شدة كلشي هذيك عندها كلشي هو المخزن مؤسسة كاينها مخزن الديكتاتوري كاين وعندنا المؤسسة البوليسية كتعمل البوليسية السياسية كتعمل اللي بغات كتحكم في كل شيء في كل شيء تقدر تعمل اللي بغات انت ما شوف انت واخا تكون اللي بغيتي تكون اللي بغاو فيك الخدمة صافي وجد راسك